أقرب لحرب إلى المنطقة من السلام طبعا، بالبعد الإيراني الإسرائيلي وما تفعله إسرائيل من هوجائية تجاه الفلسطينيين وغزة، تجاه الضفة الغربية، ويجب ألا ننسى الضفة الغربية، تجاه ما يحدث في لبنان، تجاه حماقة القوة التي يتحدثون بها تجاه العرب. نحن قادرون على الوصول إلى أي منطقة في المنطقة في الإقليم، نعم، أي نقطة في الإقليم، يعني تهددون الجميع. وما هذا الجهد الذي بُذل على مدى 45 عاما في المعاهدات وفي جهد السلام وفي خيار الاستراتيجي، نعم، وفي محاولة إقامة النقاش، فيأتي من يأتي لكي يتحدث عن التوسع وعن إسرائيل الكبرى وعن نحن نستطيع أن نصل إلى أي نقطة ونضربها، نحن نهدد أي قيادة تعترض علينا أو تهددنا. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ إن وراه دعم دولي. يعني نجاحه في غزة مؤقتا من وجهة نظره اللي هي الإبادة، إنه نجح مؤقتا مؤقتا، لأنه لن يقتل المقاومة الفلسطينية مهما كان، وهو بيتصدى إلى لبنان متصورا أنه سوف يقتل حزب الله. حزب الله حزب عقائدي، ربما يختفي بعض الشيء، ولكن هو موجود طالما هناك الدعم الإيراني إيراني. والتفهم الإيراني والاستخدام الإيراني. فإذا توصلت إيران للصفقة فسوف تكون هناك إمكانيات للحل، لكن حضرتك الرؤية أن الحرب هي الأقرب الأقرب وليس السلام. للأسف، للأسف الشديد، الغرب أو الوضع، استمرار الوضع على ما هو عليه لفترة ممتدة. لكن ده له تأثيرات خطيرة علينا احنا كشعوب عربية، مش بتكلم على وعلى اقتصاديات عربية وعلى استمرار الحوثيين للتعرض، نعم، للملاحة الدولية والتجارة الدولية في باب المندب أو في البحر الأحمر. طب ما هو ده بيؤثر على قناة السويس وبيؤثر على المملكة السعودية. نعم.